شنو أسباب ارتفاع نسبة الطلاق بالمجتمع الكويتي؟ ما يكون في وعي أول ما يبي يتزوج الرجال. البنت ما تتحمل مسؤولية، والصبي هم بعد صار ما يتحمل مسؤولية. الآن أكثر الأسباب أنا أشوفها بسبب الزواج التقليدي. سوى لها كل شيء بس ما يبين بعينها. أبي فرضاً اليوم أسوي استقبال يكسر الدنيا. إليزابيث أنتي؟ مو إليزابيث. بينت الإحصائيات خلال الخمس سنوات الأخيرة ارتفاع ملحوظ في نسبة الطلاق، وفي سنة 2020 تحديداً كان معدل الطلاق يومياً يصل إلى 15 حالة لمواطنات كويتيات. إحنا بزمن ما عندنا أمهات تربي بنتها إن أنت لازم تحملين، ما عندنا أبهات يعلمون ريايلهم أنت لازم تكون رجل بمعنى الكلمة، ما في أهل حكيمين في الإصلاح في النصيحة، يعني خصوصا الأم يكون لها دور كبير، لازم بنتها إذا جاتها مثلا في أبسط خلاف تشجعها. في السابق كانت البنت لما تتزوج يقولوا لها من بيتك لقبرك لا ترجعين بيت أبوك. اليوم على أقل سبب أهل البنت على طول يقولوا لها هذا مو كفو. أقل سبب، أنا ما أتكلم عن أسباب جوهرية، أتكلم عن أسباب بسيطة جداً. البعث من النساء لما يتزوجون لازم تدخل أمها في قراراتها، أختها في قراراتها، أخوها، أهلها، وطبعاً هذا خطأ. اليوم الرجال لما يتزوج لازم يكون أخوه سيد قراراته في البيت، لازم يكون أخوه الممسك في قرارات المرأة وحياة المرأة كونها زوجته وأسرته، ما يجبرها على لا هو يعني يكون الحياة مشتركة بينهم والقرارات مشتركة بينه وبين زوجته. ما تكون الحياة مشتركة بينه وبين زوجته وأمه وأخته وخالته وأمها وأبوها، لا. أساساً ما يكون في وعي أول ما يبي يتزوج الرجال، يعني خلاص أنا بتزوج الحين. يعني مو مدركين الموضوع. بالضبط، يعني أنا الحين مثلاً أو أبي أتزوج بس ليش مليت؟ زين أنت تقدر تربي أهل ما تقدر تربي أهل؟ الربع كلهم تزوجوا. بالضبط. وياهم. والله العظيم صدق. اللي يجي ياخذ قرار انه يتزوج ياخذه وهو مستقل فكريا ومستقل ماديا، ويكون هو قادر انه هو يبني اسره. وكذلك المراه اليوم لما تيجي تاخذ قرار الزواج وتوافق لازم عارفه شنو هي واجباتها قبل حقوقها. فنشوف اليوم البنات كلهم يعرفون ما شاء الله حافظين حقوقهم، حافظه تقول لك انا يحق لي نفقه، انا يحق لي حضانه، انا يحق لي مسكن، يحق لي خادمه، حافظين. سأليها شنو واجباتك الزوجية، ما راح تعرف شنو واجباتها الزوجية. شنو الأشياء اللي المرأة تطلبها يعني زيادة؟ تعجيزية يعني ملابس، فلانة سوت كذي أبي أسوي نفسها، أبي فرضاً اليوم أسوي استقبال يكسر الدنيا. إليزابيث أنتي؟ يعني مو معقول أروح أخذ جنطة لها بألف وأنا مو قادر أجيب ماتز البيت. إيه والله تشوف رفيجتها، والله سوت رفيجتها مقتدر معاشها ما شاء الله حلو، ولا عنده بزنس أو أي شيء، فأنا أبي نفسها. ضيفي لهذا ضغط المجتمع. اليوم إحنا عندنا ظاهرة الفاشينستات، الفاشينستا صارت تلعب دور كبير في تربية المراهقة. تأثير السوشيال ميديا خطير للأسف. ما كان نعتبره إحنا في جيلنا عيب وفشلة واستحي، هذه الكلمات اللي كنا نقولها في المجتمع من 40 سنة 30 سنة اليوم أصبحت ذائبة غير موجودة، تكاد تكون معدومة. يعني أنت تشوف السوشيال ميديا أثر على حياتنا بشكل إيجابي ولا سلبي؟ كلاهما، كل حسب يختار. الدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله قال أن الأشياء التي تغضبك لم يكن سببها من أغضبك، بل بسبب تلقيك لها. أنت مهيئ لأن تغضبك كل الأشياء، ما المتحدث إلا عامل خارجي. الأمور المادية صارت متطلب أساسي، يعني قبل على أيام أمي وأمك ما كان عندهم هذا الاهتمام مثلا بالبراندات، بالساعات، بالعرس، يعني الكماليات هذه. شنو رايك بالرجل اللي يجبر المراه على المشاركه الماديه في البيت؟ اجبار لا، ولكن انا مع المشاركه. ليش؟ قبل كان المنفق الزوج لانه كان يعمل، الان المراه تعمل. والحريم اللي ينفصلون بسبب هذا الامر؟ ينفصلون لانهم ما يبون يشاركون مثلا، لان عندهم فكره ان الرجل مجبور بالنفقه، مجبور بالدفع. هذه فكرة النشأة، لا تلومونها. هي حابة تخد ساعد، أما إذا هي إجباري ولازم هذا لا، أنا ما أيد. من تشوف أن في صفات أكثر صعب الطرف الآخر يتقبلها؟ الرجال يجبرون النساء على تقبل شخصياتهم كما هي. البنت هي السبب، البنت هي اللي ما تحافظ على بيتها. أنا اللي شايفتها.
لأن الدولة أعطتها حقوق زيادة عن اللازم، الرواتب الكبيرة اللي خلتها تشوف نفسها هي حرة، هي قادرة، هي مستقلة، أي استقلالية، وعطتها الحرية الدولة. الناس اللي قاعد يتزوجون ما عندهم ثقافة الزواج، يتزوج شهر شهرين ثلاثة أشهر يستانس، انتهت العلاقة الزوجية، انتهى خلاص، صار انفصال. أنا أقترح بشكل مباشر على وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الصحة إنهم مثل ما يسوون فحص الزواج اللي هو ما قبل الزواج، يسوون دورة يعني مدتها 4 شهور 3 شهور أيا كانت المدة، ولكن تأهيل شامل كامل على المستوى النفسي لكل من يتقدم بطلب للزواج.